FM. الكلمة ليك. أضرب حذانا مدام سعيدة الصيد عن حركة نداء تونس بلدية دار شعبان الدار الانتخابينا بالواحد. مرحبا مدام. مرحبا ومرحبا بكفافين. شنو حوايك لاباس عليك؟ عايشك باهي مدام. في البداية كانت نجم تعرف على روحك. الأخ سعيدة الصيد رئيسة قائمة نداء تونس دار شعبان الفهري نابل، قائمة عدد واحد. متفقدة عامة مميزة للتربية، اشتغلت مندوبة جهوية للتربية مكلفة بمهمة، يعني خذيت مسؤوليات نجحت فيهم الحمد لله. قائمتنا متكونة من كفاءات من مختلف الاختصاصات، نصفها من العنصر النسوي، العديد وجل أعضائها من الشباب، وهذا تتميز به. شعار حملتنا بلديتنا مسؤوليتنا، والهدف متاعنا هو الارتقاء بجودة حياة متساكني دار شعبان الفهري، تقريب الخدمات منهم، تجويد الخدمات، والدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدار شعبان الفهري. برنامجنا اعتمدنا فيه الحاجيات الملحة ومشاغل المواطنين، سواء عن طريق الرجوع إلى الأرشيف في البلدية وطلباتهم في الجلسات العامة، سواء حتى تو من خلال الزيارات الميدانية والبوختا بوختا اللي نعملوا فيه، قاعدين نكتشفوا فيه أشياء أخرى. والبرنامج ديما مش قرآن، قابل للتنقيح وقابل. عملت زيارات ميدانية بطبيعة؟ بطبيعة عملنا زيارات ميدانية، اتصلنا بالمواطنين تقريبا في كل منطقة البلدية، ونعرفوا اللي الريف التحق بالمنطقة البلدية، دونك عنا أربع عمادات في معناها زوز عمادات في الريف قاعدين نغطيو باش نقدم برنامجنا بمقاربة أخرى. ماذا بيا على خطر هو برنامج واقعي، مناش مش نحلمه، مناش مش نخليه العباد تحلم في أحلام زائفة. باش نقدم الجزء الأول من البرنامج اللي هو قابل للتنفيذ في القريب العاجل، يعني إن شاء الله حالة ما يركزوا المجلس البلدي المنتخب ويلتئم نجموا نحقوهم نصف البرنامج هذايا. وفما برامج أخرى اللي تتطلب وقت، يعني حتى نهاية فترتنا اللي هي الخمس سنين، بعد الخمس سنين يعني من عام عامين ثلاثة أربعة خمس، يعني اللي سهل إنجازها تو وما تطلبش إمكانيات مادية كبيرة، وإلا ترصدت لها الميزانية وميزانيتها جاهزة وننتظر انطلاق الأشغال اللي هما ما هو مستعجل حال انتصاب المجلس هو تحسين الحالة الرديئة للطرقات. وعلاش وصفتوها بالرديئة؟ هي رديئة، عنا 50% من طرقاتنا حسب إحصائياتنا 50% من طرقات جيدة و 50% رديئة متهرئة. بما تحمل الكلمة من معنى، بما تحمل الكلمة من معنى، احفر قلت كت تصب الشتاء واد. دونك هذوكم إن شاء الله نطمحوا إلى 85% في نهاية فترتنا البلدية الانتخابية البلدية. علاش حالة الطرقات الرديئة؟ على خطر 85% تو من المواطنين طالبين اصلاح الطرقات، ما نقولوش في القوائم القديمة، مطلب أساسي. أنا ما طالب منك حتى شيء، كان الحفر والكياس. احنا فكرنا في لجنة قارة باش تتلها فقط، مهمتها فقط العناية بالطرقات، هذه باش تكون باز في البلدية في مجلسنا. لجنة مختصة كان لجنة خاصة بإصلاح وتحسين حالة الطرقات. عنا يلزمنا حملة نظافة كبيرة مع ما نشهده من رداءة للذوق العام في مدن متاعنا الكل، حملة نظافة كبيرة باش نكرسوا فيها مجهوداتنا وإمكانياتنا في تركيب حاويات حائطية، يعني اللي ما تطلبش برشا فلوس، تنظيم دوريات رفع الفضلات المنزلية، تكثيف دوريات رفع الفضلات في الريف، خاطر الريف تمشي له مرة برك الدورية، التعجيل بتهيئة السوق اليومية، عندها الميزانية وهي مش تتنفذ تو، السوق اليومية رديئة زادة البنية التحتية متاعها، إعادة توظيف الملعب المغطى، كملوا الأشغال وبش نفتحوه تو، مراجعة مثال المرور في المدينة لأن المدينة تشهد اكتظاظ، لازمنا نحطوا مخفضات سرعة، لافتات، إعادة الاتجاهات في بعض الأنهج، إيجاد حلول لمسألة النقل الريفي في الريف، عندهم مشكل كبير في الريف، باش نلقاو له حلول إن شاء الله إذا كان الرخصة اللي تعطات نحاولوا ننظروا فيها كانت مع الولاية باش تولي معانا، تحسين شبكة التنوير ما نقولش توسيعها لأنه الميزانية تسمح فقط بالتحسين، صلحوا الخيوط، نصلحوا للمب، لكن ما نزيدوش،
ما نزيدوش تو، انا نحكي لك على القريب العاجل. أي. وقت اللي نبداو نخدموا في الشهر الاول تنجم تشوف التغيير. تزويد المناطق الريفيه بالماء الصالح للشراب، عندنا منطقه بودوا واحد واثنين والتلال، هذوما تو باش يعطي لهم الماء الصالح للشراب. العمل على تخصيص اعتمادات لمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه وفاقدي السند والمراه والطفل المعرضين للعنف، هذا يصدر في مجله الجماعات المحليه جديده وان شاء الله نفعلوه. والبدء في اعداد اجراءات تهيئه قطعه ارض لبعث ملعب نعرفوا في دار شعبان الفهري. الجمعيات الرياضيه تتبارع على المراكز الاولى وما عندهمش ملعب يمارسوا فيه التمارين نتاعهم. دونك انتم في البرنامج في البرنامج احداث ملعب، ملعب لكرة القدم وإحداث ملعب تو عنا الأرض، إحداث ملعب ميني فوت مصغرة نستغلوه أيضا كفضاء للمهرجانات الصيفية ويدخل للبلدية موارد إن شاء الله. ما يمكن إنجازه على المدى المتوسط تو اللي فيهم ثقل وتتطلب ميزانية، توسيع قنوات صرف المياه والأمطار والمياه الصرف الصحي، كيف كيف توسيع شبكة الكهرباء، تهيئة فضاء هو متوفر حاليا لبعث مركز أمن، نعرفوا اللي العنف والتعاطي المخدرات حول المؤسسات التربوية خاصة تطلب مركز آخر، تكثيف من دوريات هذه مع بالتعاون مع إدارة وزارة الداخلية، وإيجاد حل لإشكالية السوق الأسبوعية اللي فيها اختلاف بين المواطنين، ربما نلتجئ إلى استفتاء بما انه نصف المواطنين يحبوا يبدلوها. باش تعملوا استفتاء؟ ربما بعد نلتجئوا لانه ما نجموش نرضيو طرف دون الاخر، فما اللي يحب السوق تنقلوا خارج البلديه خارج المدينه وفما اللي يحبها فم، دونك ما نجموش والا نشوفوا حل حاصلوا. تهيئه وتوسعه محطه السيارات، هذه مواطنين قاعدين يركبوا سيارات الاجره التاكسي قاعدين يركبوا في وسط الطريق معرضين للشمس وللحوادث وللمطر. احنا عندنا ساحه فيها نصب للشهداء باش نحاولوا كنصب نحافظوا عليه ونجملوه، وفيما تبقى من الساحه باش نستغلوها محطه للتاكسيات تكون مهيئه ومجهزه. في التهيئه العمرانيه حل بعض الإشكاليات العقارية وتحويل صبغة الأراضي السكنية في شارع البيئة إلى صبغة تولي ذات صبغة اقتصادية تجارية. شارع البيئة بالذات؟ شارع البيئة لأنه يمروا منه اللي ماشيين القليبية والمنزل تميم والقربة، يعني فيه حركية، وإحنا نحب اللي داخل دار شعبان الفهري ويمر منها تكون فما نشاط اقتصادي وتجاري باهي، فما يدخل موارد للبلدية. دونك الأراضي السكنية باش نوليو ما عادش نعطي ورخص سكن، فقط رخص تجاريه. باهي مدام، بالنسبه بما يخص الانتصاب الفوضوي ولا البناء الفوضوي، الناس البنات ديجا بناء فوضوي، شنو كيفاش تعاملوا معاهم؟ الناس اللي بنات بناء فوضوي باش نحاولوا في المجلس ان شاء الله المنتخب باش نشوفوا لهم حل. احنا الانتصاب في المستقبل ما عادش نسمحوا به، لكن الناس اللي بنات بناء فوضوي انا ما نجمش نحكم تو شنو باش نعمل لهم. سا ديبون الحاله، يندرا برخصه يندرا ما نعرفش، كل واحد لو كاباغ كان وحالته الاجتماعيه، كل واحد والحاله الاجتماعيه، زاده يلزمنا نراعيو برشا حاجات. الثقافه الفضاء الترفيهي للثقافه زاده للاطفال باش نعملوا ان شاء الله مانيج قريب من البحر، نادي ثقافي للاطفال يكون نموذجي، الروضه البلديه الناس الزواوله ما ينجموش يدفعوا معاليم الروضات الخاصه، منتزع عائلي بمنطقه بلدية. سمحي نرجع للنقطة هي مهمة للغاية مدام، وهذا الكل بالاشتراك مع بقية الوزارات، رانا مش وحدنا. اي الروضة البلدية كيفاش باش يصير العمل فيها؟ انتم عملتوا الدراسة نتاعكم، احداث روضة بلدية خاطر فما بعض العائلات اللي ما تنجمش تخلص مثلا الروضة للخواص. ايوه دونك يوليوا بالمجان يقراوا الصغار. الروضة البلدية هي من اصل الدنيا البلدية مش بالمجان، اما حاجة رمزية مثلا 10 دينارات. أي. حاجة رمزية مش 60 و70 دينار و80 كيف ما تو، دونك حاجة رمزية جوست باش البلدية تنجم تخلص ضوها وماء وكهو. وقبول الملفات، هل تقبل الملفات؟ شكون اللي يقبل الملفات؟ على مراجعة الملفات، على خاطر هنا المواطن صراحة ما يخفاش عليك أكيد مدام. أي. المواطن قاعد يتشكى برشا، يقول لك بين التمييز بين الأشخاص. أي. وإلا لغة المعارف خلينا نقولوا احنا بالدارجة كيف ما نعرفوها. أي. لكن هلاك فيش يصير التعامل معها بالضبط؟ احنا اللي نوعدوا به المواطن أنه احنا باش نحترموا علوية القانون. علوية القانون ويطبق القانون على الناس الكل دون تمييز ودون محاباة وسواسية، ومش نعملوا حق المواطن، مش نحترموا زادة ونمكنوا المواطن حقه في النفاذ إلى المعلومة تو.
باش نمكنوه حقه من نفاذ للمعلومة ويطلب كل ما يدور في البلدية وكل ما تنجز البلدية مشاركة المواطن ضمن الديمقراطية التشاركية. تولت عنده الحق مناش مش نعملوا عليه مزية مش نعملوا نشرية دورية تصدر مجانيا نخبروا فيها المواطن بالمنجزات متاعنا، حصة إذاعية علاش لا نخبروه بمنجزاتنا، معناها المواطن ولا شريك ويتابع، والمجتمع المدني معنا أيضا والجمعيات. في السياحة عنا تهذيب المنطقة الحرفية، عنا منطقة حرفية فيها برشا معناها وسخ وفضلات الواحد الحجارة المنقوشة، نحبوا نهذبوها واللي قطب سياحي وندخلوها ضمن الخارطة السياحية. كيف كيف نعملوا قاعة عرض للحرفيين الكل، عنا النقش على الحجارة، تزويق على الخشب، على الرخام، على البلور، التطريز، نوليو عنا لما لا معرض للصناعات التقليدية على امتداد السنة، ويدخل أيضا مداخيل، وهذا ينفكر في مداخيل البلدية. كيف كيف إعادة إحياء مهرجان المدينة، استغلال الملعب المصغر لكرة القدم في المهرجانات، الصحة، تطوير الخدمات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة، عن المستوصف باش نحبوا ردوه وحدة صحية ووسيطة باش نزيدوا التوسعة والأحداث وحدة الوحدة هذيك التوسعة متاحة، إضافة قسم للأشعة وإضافة قسم للتحاليل بالتنسيق مع وزارة الصحة. دونك رقمنة الإدارة، ماذا بينا الإدارة تكون رقمية والخدمات عن بعد زادة باش نكرسوها، هذا تسهيل لخدمة المواطن. وسننجز برنامجنا كما قلت لك باعتماد الديمقراطية التشاركية، وإحنا عنا ولينا التدبير الحر، وهذا يمكننا من إنجاز برامجنا. معناها كان قبل يوعدوا ما ينجزوش على خطر ما يلقاوش بين يديهم الميزانية، يستناو من الوزارة ويستناو من الولاية باش ترصد لهم باش تسمح لهم بإنجاز مشاريعهم. احنا تويكا والحمد لله ولو ميزانيتنا بين يدينا ومشاريعنا ننجزوها مع المواطن مع بعضنا، معناها قادرين باش ننجزوا مشاريعنا باش نعملوا نعولوا على وعي المواطن في معاضدة جهود البلدية فيما يخص النظافة والعناية بالمحيط، وكيف كيف في دفع الأداءات البلدية. احنا باش نعملوا تسهيلات بالنسبة لذوي ما دفعوش لا مش نعملوا تسهيلات لذوي الدفع الدخل المتوسط بعد، لكن تو هو الحزب حزب نداء تونس في أول بند من البيان متاعه أصدر أنه عفو جبائي على التأخير في الدفع. دونك هذاك باش يدخل لنا برشا، وانت ما دفعتش 4 سنين كي تسمع فما عفو على المده اللي ما تاخرت فيها باش تمشي تجري وتدفع جديد. دونك هذايا بالتجربه دخل برشا فلوس. احنا ميزانيه البلديه حوالي 5 مليارات 4900000 دينار، لكن تو ان شاء الله عنا برشا حاجات اللي باش يوفروا مداخيل للبلديه باش نجموا ننجزوا مشاريعنا بكل اريحيه. واضح. مدام اكيد مدام سعيده صيد باش يخلي لك انا في اقل من دقيقتين كلمه تخاطب بها المواطن التونسي اللي اسمع فيك عبر موجات كابا فيم، وعلاش يمشي في دار شعبان الفهري ينتخب قائمه حركه نداء تونس. نقول للمواطن في دار شعبان الفهري يمشي ينتخب قائمة نداء تونس، لأن الوجوه اللي في القائمة ناس معروفين، معروفين بكفاءتهم ومعروفين بنظافة يديهم ومعروفين بسيرتهم الباهية عند الناس الكل. ينتخبوا حزب نداء تونس في دار شعبان الفهري لأنه الحزب اللي مش يحقق التنمية في البلاد وما هو ينتظر في حتى شيء. قائمة أعضاء نداء تونس ما ينتظروا في حتى شيء من حتى تحد، هما متطوعين، هي قائمة الحداثة، قائمة التفتح، قائمة المستقبل السعيد والمتفائل إن شاء الله. قائمة عدد واحد، انتخبونا يوم 6 ماي 2018. واضح. شكرا لك يا مدام سعيدة صيد، ممثلة عن قائمة حركة نداء تونس بلدية دار شعبان الفهري، عن الدائرة الانتخابية نابل واحد. كابا فام الكلمة ليك.